بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عاوزين نبدأ نتعلم أو يعني ناخد موضوع إن إحنا نستعلم من جدولين، يعني عايز أجيب بيانات من جدولين. ولكن عايز أقول لك الأول كبداية، عايز أقول لك الإيه الأول كبداية كبداية لازم تبقى مستوعب الموضوع، خلاص؟ يعني انا مش عايز اجي اقول لك يلا هي هنربط، ايه رايك؟ تمام، الله، جميل، يلا اربط اللي بقى. لا، مش عايز كده. انا عايزك تفهم القصه من اولها واحده بواحده. ليه؟ علشان وانت بتربط تبقى مستوعب انت بتربط بايه، وتبقى مستوعب انت ايه اللي محتاجه في الربط هنا والربط هنا، وتربط الجدولين ازاي، وتبقى محتاج ايه علشان تجيب البيانات دي، وتبقى محتاج ايه عشان تجيب البيانات التانيه، وهكذا. فركز معايا واحده واحده، لان دي البدايه، خلاص؟ دي ايه البدايه، هتفهمك القصه من اولها. بص في البدايه كده، ادي الاتش ار اهو، عامل له كونكت، كليك يمين عليه وهفتح ورك شيت جديد اهو، اوبن سيكوال ورك شيت. ماشي، ده ورك شيت. ماشي، الورك شيت ده انا هكتب لك فيه، هكتب لك فيه سيلكت استرسك فروم امبلويز، حلو، وسيمي كولون، واعمل رن بكنترول مع انتر. جاب لك كام صف؟ كتب لك 50 فيتشد. لا، انزل تحت عشان تعرف الفيتشد كلهم كام. كام؟ 107. ركز معايا، جاب لك 107 صف، خلاص؟ حلو قوي. طب لو انا جيت قلت له، افتح ورك شيت ثانيه، كليك يمين واوبن سيكوال ورك شيت اجين اهو، يبقى ده ورك شيت اهو مكتوب فيه استعلام، وده ورك شيت مكتوب هكتب فيه استعلام ثاني اهو. هقول لك في سيلكت استرسك فروم ديبارتمنتس، وهعمل ايه؟ سيمي كولون، وهدوس كنترول مع انتر عشان يشتغل. جاب لك كام؟ جاب لك 27 صف، خلاص. طيب هو انا بستعلم عن الجدولين ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. كليك يمين على الاتش ار وهقول له اوبن سيكوال ورك شيت، وتعالى هنا، الموضوع بسيط جدا، موضوع بسيط جدا جدا جدا. كل اللي انت بتعمله سيلكت استرسك فروم، اسم الجدول الاول امبلوي مثلا امبلويز، بعد كده كوما، بعد كده اسم الجدول الثاني اللي هو مثلا ايه ديبارتمنتس. مش في علاقه ما بين الامبلوي والديبارتمنت، الموظف والقسم، صح؟ سيمي كولون. تعالى بقى اعمل لي كنترول مع انتر وشغل كده ووريني. كتب لك 50، لا معلش بقى، انزل تحت. بص بص بص، انزل 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 مع نفسك لغايه 950، لسه لسه، انزل انزل، اقعد انزل، امسك السكرول وانزل لغايه ما يجيب اخره. لسه اهو عمال انزل اهو، لسه ما جابش اخره. انزل انزل، فتش الباقي، فتش اهو، انزل انزل انزل، لسه ما جابش اخره. ها، خلاص كده، كده جاب اخره، مفيش نزول تاني اهو. خدت بالك؟ جاب لك 2889 رو. الله، ليه يعني؟ ليه؟ هو انا دلوقتي لما يكون عندي موظف تابع لقسم معين، ازاي يبقى عندي 107 موظف يتحولوا ل 2889 صف؟ ليه؟ سجل ليه؟ ليه كل ده؟ هو ده بقى بدايه الربط، وهو ده اللي عايزك تفهمه. هقول لك ليه. اول حاجه، بص هنا كويس، اطلع فوق خالص كده، ماشي، اطلع فوق خالص وبص كويس. ادي عندك الايه الامبلوي اي دي، ماشي، وهناك عندك الايه الديبارتمنت اي دي، وجايب لك بقيه بيانات القسم اهو، الديبارتمنت اي دي وبقيه ايه بياناته، صح كده، بقيه ايه، بقيه بياناته. طيب حلو قوي، حلو قوي، تمام. بص، 90 90 90 ده كده ايه، 90 مع ايه، 90 مع 100 ومع 101 ومع 102، صح كده؟ اه تمام. وبعد كده 60 مع 103 و104 و105 و106 و107، وبعد كده 100 القسم ايه؟ 100، ها؟ 100
مع 108 و109 و110 و111 و112 و113، بعد كده 30 لغاية 119، 50. المهم كمل معايا بقى كده للاخر خالص لغاية ايه 206، اللي هم الموظفين اللي عندك لغاية 206، وبعد كده رجع تاني يكرر من الاول خالص اهو، من اول 100 تاني للباقي. خدت بالك؟ يكرر تاني، بيكرر الاقسام اللي موجودة اللي هم الكام 27 مع الموظفين اللي موجودة اللي هم الكام 107. يعني عشان تعرف تفسر ال 2889 سجل دول، طلع الآلة كده واضرب ال 107 موظف في ال 27 ديبارتمنت او قسم، دوس انتر، هيطلع لك بنفس العدد اللي هو كام 2889 سجل. عرفت بقى؟ يبقى هو الموضوع مش موضوع جدولين، هو الموضوع ان هو عمل لك ايه، كروس جوين، جاب لك من الناحيتين، ربط كله في بعضيه، فراح جاب كل اللي عنده وكرره مع كل اللي موجود، يمسك السجل اللي موجود ويربطه مع كل الموظفين، واللي بعده مع كل الموظفين، واللي بعد بعده مع كل الموظفين، واللي بعده مع كل، ويفضل يكرر العمليه دي بقى. خدت بالك من القصه؟ ادي الاقسام قدامك اهي، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 100 لغايه 270. دي الاقسام اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندك. ده مثلا ايه؟ ادمنستريشن. خدت بالك؟ تيجي تبص هنا، لو جيت تبص على الادمنستريشن، لو احنا صغرنا الفيرست نيم شويه واللاست نيم شويه والفون نمبر ده شويه، واخد بالك؟ بص الادمنستريشن، انا كده فوق خالص اهو، فوق خالص. بص بيجيب لك الادمنستريشن، بص خد بالك الادمنستريشن، ركز بقى، سيبك من الرقم، سيبك من الرقم. بص الادمنستريشن هتلاقيه جايبه لك مع كل الموظفين، الادمنستريشن كل الموظفين لغايه 206، وراح داخل بعد كده على الماركتنج، كرروا مع كل الموظفين تاني كلهم ال 107 لغايه كام يا عمي؟ 206 تاني. وبعد كده مسك اللي بعده واللي بعده واللي، ببص بص كل، يمسك القسم، بص على اسم القسم عشان تفهم، يمسك القسم ويكرره مع مين؟ مع كل الموظفين، يمسك القسم ويكرره مع كل الموظفين، يمسك، واخد بالك؟ عشان كده بقى يمسك القسم يكرره مع كل الموظفين اللي عندك. ليه؟ لان انت ربطت ما بين ايه؟ الموظفين والايه؟ والاقسام، جبت بيانات منهم. بس كده طريقة يعني فوضوية ملهاش لازمة اصلا، لان مش منطقي، يعني مش منطقي ان كل الموظفين شغالين في كل الاقسام او تابعين لكل الاقسام، ما ينفعش اصلا. فالطريقة دي ما تنفعش خالص، ولكن دي بداية علشان تفهم الربط من اوله خالص. دي كده اساس الربط، انك تقوله سيلكت استرسك او الحقول اللي انت عايزها، واخد بالك؟ سيلكت استرسك فروم اسم الجدول الاول كوما اسم الجدول الثاني كوما اسم الجدول الثالث كوما اسم الجدول، وهكذا. طب لو انت عندك حقول متشابهة، يعني ايه حقول متشابهة؟ يعني نفترض مثلا، ثواني هقولك على حاجة، احنا هنفترض ليه؟ بلاش نفترض، هقولك على حاجة حلوة قوي. بص هات جدول الموظف برضو عشان تبقى فاهمها، ما انا بقولك اساس للربط، فركز معايا. احنا لسه ما ربطناش اصلا ومش هنربط الدرس ده، ده احنا بنمهد بس للربط. بص هنا عندك ده ايه؟ ده الموظف، ماشي. عندك الديبارتمنت اي دي، صح؟ حلو قوي، حلو قوي. وفي القسم، فين القسم؟ اهو عندك الديبارتمنت مين؟ اي دي، حلو قوي. طيب نفترض ان انا عايز اجيب حقول معينه من الجدولين، ها من الجدولين. لو انا جيت وقلت له هنا هات الديبارتمنت اندرسكور اي دي بس، ورحت جاي عامل ايه؟ رن،
بص بقول لك ايه، بقول لك العمود غير واضح. عارف ليه؟ لانه موجود بالاسم هنا وبنفس الاسم موجود هنا. يعني ايه؟ يعني انت بتجيب من جدولين، والجدول ده فيه ديبارتمنت اي دي، والجدول ده فيه ديبارتمنت اي دي. ففي حاله زي كده بتعمل ايه؟ تكتب اسم الجدول قبل اسم الحقل. يعني ايه؟ يعني تقول له انا عايز الديبارتمنت دوت، عايز منه ايه؟ عايز منه الديبارتمنت، عايز منه الايه؟ الديبارتمنت اندرسكور اي دي. كده يفهم، كده انت ناديت على ابوه اللي هو الجدول، فيفهم ما يتلخبطش. ده في حاله ايه بس؟ ده في حاله ان يكون الحقل هنا في الجدول الاولاني هو نفس الحقل في الجدول الثاني، او يكون عندك جداول كتير او في بينهم تشابه. لو انا شغلت دلوقتي هيشتغل، خدت بالك؟ هيشتغل ليه؟ هيشتغل لان انت حددت له انت عايز ايه. فاهم الفكره؟ كذلك تيجي هنا تقول له ايه عادي بقى، عايز ايه الفيرست، واخد بالك؟ عايز مثلا الامبلوي، اي دي كوما، والفيرست نيم كوما، والحقل ده اللي هو الديبارتمنت اي دي جاي من الديبارتمنتس. لو انا جيت شغلت دلوقتي جاب لي البيانات، خدت بالك ازاي؟ بص جاب الايه؟ جاب البيانات. فاهم الفكره؟ هو كده جاب الايه؟ جاب البيانات. ما عرضش معاك في الامبلو اي دي لان القسم ما فيهوش حقل الامبلو اي دي. لو كان فيه كنت هتعمل نفس القسم بنفس الاسم، يعني اقصد بنفس ايه؟ بنفس الاسم. فانت هنا بتبدا تظبط العمليه زي انت ما عاوز بفضل الله. فالقصه كلها في كده، ان انت تبقى فاهم اصلا اساس الربط، علشان لما تيجي تشتغل مع الربط تبقى فاهم انت بتعمل ايه. ده الاساس. طب نربط ازاي؟ هنبدا ان شاء الله نتعلم نربط من الدرس القادم. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.